وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر، تؤمن بالقدر خيره وشره. القضاء والقدر، ابن عثيمين عنده محاضرة كاملة في القضاء والقدر. وباختصار، القضاء والقدر لفظتان إذا اجتمعتا تفرقتا، وإذا تفرقتا اجتمعتا. بمعنى إنه لو قالوا هذا قضاء الله، وتاني بعد شوية قالوا هذا قدر الله، المعنى واحد. واحد ماشي في الطريق وقع رجله انكسرت، جاء الأول ماشي بعنده قال هذا قضاء الله، يعني الله قضى إنه زول رجله شنو تنكسر. وتاني جاء التاني قال هذا قدر الله، نفس المعنى، لأنه يتفرقا بيقام في شنو، في جمل متفرقة أو في مناسبات أو في مواضع متفرقة. لما اجتمعا في جملة واحدة يجي زول ثالث يقول هذا قضاء الله وقدره، هنا بكون القدر قبل القضاء. القدر هو الذي في اللوح المحفوظ وهو المسبق، ثم إذا حدث في الأرض صار قضاء، صار قضاء. القضاء والقدر، الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء. الشيء الأول أن تؤمن بعلم الله أنه علم ما كان قبل أن يكون ويعلم ما يكون سبحانه وتعالى، ما كان وما يكون إلى آخره، وما هو كائن. اثنان أن تؤمن بكتابة الله تعالى أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، أي شيء مكتوب. طيب الله قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير شنو مستطر، كل شيء مكتوب. ثلاثة أن تؤمن بمشيئة الله أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي شيء يحدث بمشيئة الله. أربعة أن تؤمن بخلق الله، أي أن الله هو الذي يخلق حتى الأعمال، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. أربع أشياء. العلم، علم الله الأشياء قبل وجودها وقبل حدوثها. اثنين كتب هذه الأشياء. ثلاثة شاءها. أربعة خلقها سبحانه وتعالى، علم بها قبل أن تكون، كتبها، شاءها فخلقها سبحانه وتعالى، إيش يقدروا. عشان كده أحمد الحريري رحمه الله تعالى في مختصر شعب الإيمان قال العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه الذم والشوم، أي شيء الله قدر سبحانه وتعالى.